لما بنتكلم عن حدود الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى أكيد أمر كل زوجة بطاعة الزوج، لكن الحقيقة احنا ممكن نشوف اليومين دول شوية حاجات كده مقلوبة، وساعات نقول هي الآية اتقلبت، بأنه نلاقي الراجل مش عايز مثلا الزوجة تلبس لبس محتشم، لا هو عايزها تلبس لبس مفتوح، وعايزها تلبس ضيق، وعايزها تلبس قصير، وعايزها تلبس مايو، وعايزها تخرج مش عارفه عامله ازاي، وعايز شعرها مش عارف عامل ازاي، فالزوجه تطيع الزوج في ده. انه لا هو واخد قرار ان هي تقاطع اهلها، فتقاطع اهلها وتبعت لهم تقول لهم محدش منكم يجي لي، ولو خبطوا على الباب ما تفتحش. لو عايزها تشهد شهاده زور تشهد شهاده زور، وتحت بند ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالطاعه، حدود الطاعه الزوجيه. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية أنا عارف إن الموضوع ده ناس كتير محتاجاه ومستنياه، أول حاجة عايزة تتكلمي عليها إشمعنى الزوج مطاع وليه يطاع وليه ما يطيعنيش أنا، ما أنا برضو شخصية وليا كرامة. في تحديد الأدوار أو ترتيب الأدوار، بداية طاعة الزوجة للزوج ما هي الشركة، يعني هي شيء من المشاركة ومن التفاهم ومن التشاور ومن التحاور، مش المعنى المقصود اللي هو يعني أنا الأمر الناهي. ليه الزوج مطاع؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وزع الأدوار، وزع الأدوار إن الزوج هيبقى طائع، يعني هو آمر، لكن في نفس الوقت هيبقى حامي وخادم. يعني هي متوزعة، أنت آمر لكن أنت حامي وخادم، ليك طالع بدورين في الموضوع. فبعض الناس بيكتفي بفكرة أنا الآمر، وبيعوض جزء من نقص اللي عنده، أنه كان مضطهد في بيته أو أنه مضطهد في شغله، أو أي أنه مشاكل بقى هو عاشها في خلاص حياته، هي دي بتاعتي بقى ملكي، هو أنا هعمل فيها تصفية اللي حساب. أنا عايزة. خلاص. لما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث اللي كتير من السيدات الفضليات بتزعل منه، وحب يقول لك اصل الحديث ضعيف، وحب يقول لك لا اصل سيدنا النبي ما يقولش كده. طب ما تيجوا نفهم الحديث. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها، ليه؟ لعظم حقه عليه. فبعض الفضليات لما بتسمع الحديث، لانهم سمعوه من بعض الاشخاص اللي عايزين يتسيدوا باسم الدين، فهموه غلط. اولا هو اي زوج ومش يعني اي زوج، هل فعلا في حد بيسجد لحد؟ مفيش. امال سيدنا النبي استخدم المثل ده ليه؟ استخدم المثل ده من عظم الحق، يعني هو مفيش حد هيسجد لحد، فكون سيدنا ولكن النبي لعظمه الموقف. حلو. ولما قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها، انا كنت متوقع وانا طالب صغير انه يقول مثلا ان الابن يسجد لابوه، او ان الابن يسجد لامه. فليه يا سيدنا النبي الزوجة لزوجها؟ قال لك لأن عاطفة الأبوة والأمومة، تشوفي أنا وأنا طفل، أمي باعت السلسلة بتاعتها وأنا طفل حتة لحم حمراء كده عشان كان عندي تعبان، فباعت السلسلة بتاعتها عشان تكشف عليا. وهي ما تعرفش بقى أنا هطلع طائع ولا هطلع كويس ولكن ولا دي هطلع فطرة حلو. من عند ربنا والله سبحانه العظيم، وتعالى. والله بحلف لك بجد، ده مشهد. يعني ده مشهد حقيقي، مش افتراضي. إلى الآن ما تقدريش تسد الدين ده. طب بس هي إيه اللي خلاها تعمل كده؟ هو كده. إنما الزوج مش هو كده، واحد ما كانش يعرفها فاختارها فأكرمها، ولذلك سيدي رسول الله قال لعظم حقه عليه. يبقى مش أي زوج اللي لو كنت آمرا، ده اللي هو حط في عينيه وهنن وقوم. ما بعض الناس اللي يفكر يفكروا إن الصيانة أستاذة لامية إنها الفسح والخروجات والمصيف، وودينا أعمل عمرة كل سنة ومش عارف إيه، من الصيانة برضو التقويم. طيب يبقى اذا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ده، ما كانش ينتقص من شأن المرأة، وانما كان بيوزع ادوار. هل يجوز واللي سمعناه بقى دلوقتي بقى نسمع، والله مش 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 افتراض منك، انا جالي اتصال حقيقي، انا جوزي بيحب الحاجه الحلوه، فانا فكرت والله بسبوسه كنافه بتاع. أيوه. كنت عايز اقول لها والله وانا زي جوزك. طب ايه المشكله؟ لا. ما يحب الحاجه الحلوه. فقالت لي لا يا مولانا. قلت لها ايه؟ قالت لي يعني عايزني ابقى بشعري، وعايزني يعني افتح منور وشباك وبلكونه في هدومي. فاستغربت انا قبل ما اقول الكلام، قبل ما اقول الدين، قلت الجينات فيها حاجه كده كده، الجينات حصل فيها خلل. لأن تعاني على قديما، يعني على أفجر واحد في الوجود، كان يحب أن يرى ذلك في غير أهل بيته. طب يعني يحب يشوف الحاجة دي في غير أهل بيته. ويجي عند، يعني تلاقيه مثلا ايه، لو واحد ارتكب جريمة والعياذ بالله، الفاحشة مثلا، وحصل حمل سفاح، يجري ويستخبى ومش عارف ايه، لكن خلي المدام حامل بقى من أول شهر،
يمشي قدام. وسع يا جدع، ده المدام حامل وسع ليه؟ لان ده حلالي، ده اللي انا هسأل عنه، ده اللي انا مش عارف ايه. فهماني يا فندم؟ فكده الجينات فيها حاجه غلط. طب تيجي واحده بقى تتصل بيك تقول لك اصل جوزي قال لي تعملي كده يا اما هطلقك. لا ما تعمليش كده، لا دي ما فيهاش طاعه، لا طاعة لمخلوق ايا كان في معصية الخالق. في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق، ده محسومة. السؤال الاكثر رواجا بقى على الفيسبوك والسوشيال ميديا والاتصالات وكل حاجة، جوزي قال لي ما تروحيش لامك. جوزي قال لي او امك ما تجيش هنا، مش كده؟ بتسمعي الموضوع ده؟ طبعا، ما انا قلت اهو في الانترو، ما انا بقول كل الكلام ده لاني سمعته وشفته. امك ما تجيش هنا، ده حقك. خلينا نتكلم بانصاف، امك ما تجيش هنا ده حقك، انا مش عايز افتها خلاص براحتك. ماشي، وهقول لامي ما تجيش هنا، بس خد بالك هتبقى مكروه عشان لما تروح بيتهم هناك ما تقولش ده ما حدش بيقابلني كويس. مش لانك في حاجه بتصرف. مش بنقول دين تو دين؟ ما خلينا نتكلم دين، احنا ما بنتكلمش دين تو دين، لان هو اللي قال كده مش متوازن، يعني مش فاهم دين. لان لو قلنا له لو فاهم دين هنقول دين تو دين ترجع. لا اقصد اقول انه ليه هو ارتكب ذنب وليه عقاب عند ربنا سبحانه وتعالى انه يحرم امها من دخول البيت بنتها. بالظبط. فيجي يقول لها والله انا مش عايز امك هنا، خلاص ده حقك، لكن مش من حقك تقول لها ما تروحيش لامك. ليه بقى؟ ما احنا اتفقنا ان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق من جمله الخلق الرحم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بعض الفضلات يقول لك اشمعنى الست هي اللي تولد والراجل لا. ده تكريم، ده جعل هذا الرحم عندك انت. ما تقوليش اشمعنى ربنا، ما دي ما فيهاش مساواه، دي سمات خلقيه ربنا خلقها. ولذلك احيانا بتوسع مننا شويه الامور لما بنيجي نتكلم عن المساواه، ومش بتوسع بقى، بتبهوأ. مش بتوسع بس، في 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 قواعد، في اصول، المراه لها كل الاحترام والراجل برضه له كل الاحترام، ولكن في ادوار. طبعا. طيب.